تنقدموا التعازي باسم سكان مدينة مكناس ولجميع الإخوان الرياضيين لهذا الإخوان اللي كانوا أصدقاء وبابوا وترفينا الوفاة ديالهم وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باسم جمعية مكناس لأنصار نادي المكناسي تنقدموا التعازي لهذا الإخوان من خيرة شباب برج مولاي عمر وشهداء الوفاء ديال الفريق النادي الرياضي المكناسي اللي كانوا تيتبعوا الفريق اينما رحل واينما ارتحل. صراحه الفاجعه نزلت كالصاعقه على قلوبنا، كالصاعقه على قلوب الجماهير المكناسيه وكالصاعقه على قلوب ساكنه مدينه مكناس. ولا يسعنا ان نقول الا ان نقول انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. فكما هو معروف فقدت العاصمة الإسماعيلية مكناس أربع شبان من خيرة مدينة مكناس. همهم الوحيد كان هو حب القضيم، حب النادي المكناسي. أربعة شبان كانوا يشتغلون مجانا مع النادي المكناسي. أمين وأنور كانت صلة وصل بين القضيم والجماهير المكناسية، حيث كان أمين يقوم بالنقل المباشر لمباريات النادي المكناسي، في حين كان يتكلف أمين بالتصوير الفوتوغرافي، فيما أن الصوابي كان المساند الرسمي أقولها وأتحمل مسؤولية المساند الرسمي لفريق النادي المكناسي، تجده أين حل وارتحل. كان يرافق النادي المكناسي في جميع تحركاته، في جميع مبارياته في المدينة وخارج المدينة. كان أحيانا يمشي يعني بسرعة لا يفكر في العواقب. الآن هذه الشبان الأربعة فقدتهم العاصمة الإسماعيلية مكناس. نتمنى من الله القدير القدير أن يلهم ذويهم الصبر والسنوان وأن يسكنهم فسيح جنانه وأن يتغمدهم بروحهم الطاهرة. أعزاؤنا جميعا أرواح هذا الشبان الأربع والشفاء العاجل للشاب الخامس الذي سيخضع لعملية جراحية في إحدى المستشفيات بفاس. حقيقة أن هذه الفاجعة هذه تعبر عن ماذا؟ عن حب هؤلاء الشبان للفريق ديالهم اللي رغم الأزمة اللي كاينة اللي تتعلق بالأزمة المادية والأزمة ديال التسيير اللي يعيش النادي، فهما بقوا مرتبطين بالنادي في الوضعية ديالو الحالية.
وهذا هو الرصيد الحقيقي ديال المشجعين ديال هذا الفريق اللي تنتمنوا له من القلب الصادق على انه تكون شي نيه حسنه اللي غادي يمكن لها تفكر في هذه المدينه عموما وبالرياضه خصوصا، لان مدينه مكناس هي مدينه رياضيه بامتياز بحيث على انه في السبعينات وفي الثمانينات كانت المدينه فيها تقريبا 14 ديال الفرع وخمسه ديال الفرع استاد فرع كانوا تتبوؤوا الصداره على المستوى الوطني. اذا عزاؤنا العائلات ديال هاد الضحايا هاد الشبان الاربع، والله يجزد عليهم الرحمات ويجعل البركه في البقيه. وايضا عزاؤنا لاسره النادي المكناسي، لاعبين واداره تقنيه ومن يتولى تدبير هذا الفريق حاليا في انتظار ان يكون هنالك الخلاف اللي غادي يرتقي بهذا الفريق على الاقل القسمتين الثاني والى ولي ما لا القسمتين الاول. سيدي مسعود، هذا اللي كنت تاخذ